Yeni yılda neler yapmak istiyorsunuz? ماذا تريدون أن تفعلوا في السنة الجديدة? A1, 5. unita, konuşma ve yazma dersi. Dersül kitabeti vel muhadefe. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu eyyuhal ikhve ve ahibbe. Ahlen ve sahlen bikum ma hadha ders as-sagir min durus ta'allum lügat Türkiye lil ecanib. Yabancılar için Türkçe İstanbul kitabı A1, el mustawa el mubtedi. Nahnu el yevm ma'a kısmı thani min el muhadefe ve الكتابة سنكتب موضوعا عن السنة الجديدة وسنتحدث عنها أيضا نذهب الآن إلى الكتاب هذا هو قسم الكونشما ماذا يقول لنا؟ يقول لنا يني يلدا نلر يبمك استيورسونوز ماذا تريدون أن تفعلوا في السنة الجديدة؟ كندنزا بير يني يلطلانو yapalım. Kendinize enfusine yeni yıl bir yeni yıl planı برنامج السنة الجديدة yapalım لنعمل لنعمل لأنفسنا برنامج السنة الجديدة ماذا نريد أن نفعل في السنة الجديدة الآن هو الموضوع يقول ماذا نريد أن نفعل في ليلة رأس السنة لا يقول في ليلة رأس السنة لكن هذا قصده لكن الأفضل بما أن ليلة رأس السنة قد مضت أن نكتب عن ماذا نريد أن نفعل حقا في السنة الجديدة في عام 2019 السؤال الأول نرد كتلة جاكسونز أين ستحتفلون نستطيع أن نبدله بسؤال نرد أولا جاكسونز أين ستكونون يعني أين ستعيشون عام 2019 هل ستسافرون إلى بلد آخر أم لا طيب السؤال الثاني كيملار جلاجاك من سيأتي؟ من سيأتي إلى حفلة رأس السنة؟ نستطيع أن نتغير أن نغير السؤال فنقول كيملر لا تنشجاكسنز ستتعرفون على من؟ ونستطيع أن نكتب أيضا أو أن نتحدث عن هذا من سيأتي إلى حفلة رأس السنة؟ أو من ستلتقون في حياتكم؟ إذا أردنا أن نكتب موضوع موازي أو أن نتحدث عن موضوع موازي كالذي اقترحته أنا طيب السؤال الثالث يجاكلر إيجاكلر وباشكا المأكولات والمشروبات وهكذا هذا موضوع برأيي هو باهت نستطيع أن نبدله بموضوع مهم جدا وهو ماذا سنفعل في السنة الجديدة أي أين سنعيش مع من سنلتقي ماذا سنفعل ما هي الأشياء التي سننجزها وهكذا موضوع يكون جميل جدا هذا هو موضوع المحادثة يجب أن نتحدث أو أن تتحدثوا عنه وأن تسألوا أنفسكم عنه يعني نكتب أسئلة عن السنة الجديدة ونجيب عنها بشكل محادثة السؤال أو القسم الكتابة كتابة الموضوع عن ماذا سيكون الموضوع يقول سيزين ألكنيز دا هنجي بيرام لاروار في دولتكم ما هي الأعياد الموجودة بير تانسي سيشلم اختاروا واحد من الأعياد الموجودة في بلدكم أوغن نلر يبيورستونز ماذا تفعلون في ذلك اليوم الله طلب نص القراءة السابق الذي قرأناه منذ درسين أو ثلاثة كان عن ماذا يفعل الناس في تركيا في العيد كل واحد يستطيع أن يكتب يختار عيد من الأعياد الموجودة في بلده ويتحدث عنها ماذا يفعلون في العيد أولا نظاما متى يكون العيد في شهر كذا في تاريخ كذا عيد كذا يكون هكذا نكتب الموضوع ثم نصل كتلويورسونس كيف تحتفلون بالعيد مثلا نجتمع في مكان كذا نلتقي بكذا وكذا نأكل كذا وكذا نفعل كذا وكذا نصل كتلويورسونس كيف تحتفلون بهذا العيد كيم لرلا برابر مع من تحتفلون بهذا العيد الموضوع سهل جدا فقط نحتاج إلى كتابة تفاصيل مثلا نيزمان نستطيع أن نقول في تاريخ كذا وهكذا نصل كوتليورسونز كيف تحتفلون هذا اكثر هذا قسم الموضوع الاكبر مثلا في الصباح قبل العيد بيوم نفعل كذا وكذا واثناء العيد صباح العيد وفي الساعه العاشره الحادي عشر عند الظهيره عند المساء في اليوم الثاني في اليوم الثالث نستطيع ان نتكلم باشياء كثيره ونوصف تفاصيل دقيقه كل ما ذكرنا تفاصيل اكثر كلما كان كتابه الموضوع اسهل ولم نجد فيه صعوبه كم لنا برابر مع من نحتفل بالعيد نعيد نركز الموضوع على ماذا نركز فيه كما قلت على ذكر تفاصيل وعلى استخدام الكلمات التي نعرفها الموضوع أسهل شيء في اللغة وأكثر شيء من أنفع الأشياء فيها كتابة المواضيع في كتابة الموضوع لست مجبورا على اختيار كلمات معينة الكلمات الموجودة هنا تضعها على الورقة فقط اكتب تفاصيل
استخدم القواعد أو استخدمي القواعد التي تعرفيها، استخدم واستخدمي الكلمات التي تعرفيها. كم كلمة تحفظ بالتركية؟ كم كلمة تحفظين في التركية؟ 100، 200، 1000، 2000؟ تستطيع أو تستطيعين أن تستخدمها كلها في سياق الحديث عن هذا الموضوع. انتهى الدرس. في الدرس القادم سوف ندرس أوزال جونلر، ويعني قسم جديد، القسم جي من الوحدة الخامسة، حتى فنبدأ بقسمها الأخير وتكون قد اقتربت من النهاية. لا تهملوا كتابة الموضوع، فكتابة الموضوع من أهم الأشياء في الدراسة وتسهل الحديث كثيرا. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.